يتعلق بالجلسة تمت ختم هذه الجلسة وتأخير الملف إلى الجلسة ديال الأسبوع ديال 18/7 على أساس إعطاء الكلمة الأخيرة للمتهمين، وهذا دليل كذلك على أن المحكمة دأبت من البداية على احترام قانون المسطرة الجنائية وبإعطاء الكلمة الأخيرة لباقي المتهمين من أجل بعد ذلك إدراج الملف المداولة. إذا من الأكيد إن شاء الله الأسبوع القادم هذه يكون الحكم الجنائي الابتدائي، هذه يكون بعد المداولة وبعد إعطاء الكلمة الأخيرة للمتهمين. 100% عندنا الثقة في القضاء المغربي، والقضاء المغربي يوفر جميع الضمانات فيما يتعلق بهذا الملف، وحنا كدفاع ننوب عن ورثة الضحية الدنماركية نقول ونؤكد بأن الثقة الكبيرة في القضاء المغربي وأبان عن استقلالية وأبان عن مهنية كبيرة، وبالتالي لا يسعنا إلا أن نؤكد أننا سنكون ونقبل أي حكم صدر على القضاء المغربي سوى بقبول مطالبنا المدنية أو بعدم قبولها، وهذا الحكم في جميع الحالات سيكون موضوع طعن بالاستئناف وسيعرض من جديد وينشر من جديد أمام محكمة الاستئناف، ولكن أبان القضاء المغربي عن استقلال كبيرة وعن مهنية كبيرة وأبان وأعطى للجميع كل الفرص فيما يتعلق بالمرافعة بمحضر ترجمان، وهذا افتخار القضاء المغربي. وممكن أكد لكم أنه حتى هذه الضمانات موفرش في القضاء الأوروبي أو القضاء الأمريكي، جميع الضمانات متوفرة حاليا في هذه الجلسة، وأقولها وأنه عن الطرف الضعيف بين قوسين في هذا الملف أو الطرف المدني، معنى جميع الضمانات لتتأكد كل طرف عنده حق في المرافعة بمحضر محامي معين بصفة رسمية أو معين في إطار المساعدة القضائية. ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. أيام 24 عيونكم التي لا تنام.